ناخد مداخلة مهمة. النهاردة كان ظهور مميز وظهور رائع وظهور جميل وظهور محترم كالعادة، كلنا يعني لفت نظرنا يعني الأستاذ طارق قنديل عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، وهو يتسلم جائزة النادي الأهلي كأفضل نادي في القارة الأفريقية. زي ما قلت لكم هي جائزة المفروض تبقى معتادة، يعني مش سنة وتسيب سنة، يعني دايما النادي الأهلي هو كبير القارة. أستاذ طارق ألف مليون مبروك، ظهور لافت ورائع جدا النهاردة. مبروك لجمهور الاهلي ومبروك لكل الكره المصريه كلها. ازيك يا استاذ كريم؟ اهلا بحضرتك الكابتن محمد ابراهيم. اهلا بحضرتك يا استاذ طارق، الف مبروك. الله يبارك فيك، مبروك علينا كلنا يا فندم. انت خلاص واضح انك مرهق جدا، واضح انه اليوم كان طويل، بس بالتاكيد انا كنت بقول من منذ لحظات انه العادي ان المفروض الاهلي ياخد الجائزه دي كل عام. السنه اللي فاتت كانت سنه عظيمه جدا يا استاذ طارق للنادي الاهلي، انجازات عظيمه وبطولات كبيره وبطولات مهمه، وكان تكليل لمجهودكم كاداره وبالتاكيد جهاز فني ولاعبين. الحمد لله جائزه النادي الاهلي يستحقها، وفي نفس الوقت دايما بنتمنى بتوفيق ربنا يكون النادي الاهلي على منصه التتويج، وده تتويج لكل المجهودات اللي بتحصل من كل افراد المنظومه الاهلاويه وعلى راسها كابتن محمود الخطيب. طبعا الحمد لله، يعني النهارده يعني الفريق بيسافر كاس العالم للانديه للمره الرابعه على التوالي، حاجه مشرفه وشرف الكره المصريه والافريقيه. صحيح، النهارده كمان جايزتين للنادي الاهلي، كهربا افضل هدف، بيرسيتاو افضل لاعب داخل القاره. خسرنا فقط بس محمد الشناوي النهارده، بس بطبيعه الحال ياسين بونو وانجازه مع المنتخب المغربي المنافسه كانت اكيد صعبه. جايزتين كمان للنادي الاهلي النهارده، حاجه مشرفه جدا يا استاذ طارق. حاجه كلنا نفخر بيها. عايز اقول لحضرتك يعني الاخوه المغاربه فرحانين فرحه، يعني كان لعيبه المغاربه اللي كسبوا او نادي الوداد هو اللي كسب. الله، يعني مشجعين الوداد ومجموعه كبيره من الاخوه المغاربه سواء في الفندق سواء هناك في المكان الحفل كانوا يعني فرحه جامده جدا. يعني لغايه دلوقتي يا دوبك بطلع اوضه في الفندق عشان من كتر هم عايزين يتصوروا مع جوائز النادي الاهلي. الله، رغم ان النادي الاهلي بالانديه العربيه وتواجدنا في المغرب كتير واتصالاتنا بقياده الكابتن محمود الخطيب، هايل كل المحافل اللي بنخش فيها المغرب الشقيقه وتحياتنا الدايمه ليهم، حاجه بتسيب اثر طيب. في النهايه بتترجم في يوم جميل زي النهارده، حاسين كاننا في مصر. هاي رغم ان نادي الوداد، بس اذكر الجماهير انه نادي الوداد كان ينافس النادي الاهلي على جائزه افضل نادي، ورغم كده الناس عظيمه. انا كنت موجود ساعه الفاينل افريقيا وشفت جماهير الوداد بتبارك للاهلاويه بعد المباراه، جماهير عندها روح رياضيه عظيمه جدا. المغاربه كلهم حاجه عظيمه جدا استاذ طارق بصراحه. يعني عايز اسالك. الحمد لله، يعني كلهم كانوا على قدر المحبه والود اللي بين مصر والمغرب. طيب عايز ابقى امين معاك جدا، يعني واحنا كمصريين وجماهير النادي الاهلي كانت قلقانه شويه على مستوى النادي الاهلي في الفتره الاخيره، تقول لهم ايه وتطمنهم بايه قبل كاس العالم للانديه، واحنا خلاص فاضل لنا كام يوم والنادي الاهلي يلعب اول مبارياته في المشاركه الرابعه على التوالي ان شاء الله في كاس العالم للانديه. حاجه مشرفه ان المره الرابعه على التوالي انك كنادي اهلي شارك في كاس العالم للانديه. في نفس الوقت الحمد لله انت يعني النادي بيسير بمنظومه مستقره وبيتبقى التوفيق من عند ربنا ان شاء الله، ونتمنى التوفيق حالتنا. وطبيعي في كره القدم في بعض الاحيان يحصل اي اخفاقات، فكان طبيعي الفتره الاخيره. طبعا احنا كاهلاويه مش متعودين على كده خالص، ودايما عايزين بنخلص بطوله بنشد خط على طول ونقول البطوله اللي بعدها عايزين. صحيح صحيح، فده قدر الاهلاويه كلهم. صحيح، ان شاء الله ربنا يوفق وتكون المرحله الجايه ان شاء الله الانجازات اللي بتحصل. عايز حضرتك تطمنا على حاله الكابتن عمرو فاروق، ربنا يا رب يشفيه ويعافيه. الحاله مستقره، ونسال الجميع الدعاء يا رب يرجع لنا بالف سلامه لمكانه للنادي يا رب ان شاء الله. استاذ طارق قنديل عضو مجلس اداره النادي الاهلي، الف مليون مبروك من المغرب وقت او بعد ما تسلم جائزه النادي الاهلي كافضل نادي في القاره الافريقيه عن عام 2023، وايضا جائزه محمود عبد المنعم كهربا افضل هدف، وبيرسي تاو افضل لاعب افريقي داخل القاره.